غيطلع يشوف غيطلع يشوف. فكرني نطيح على شي واحد ونقتلو. انا كيدير هادشي ديك الكاروه ديال الضربه الشقاق. هاي نوريك اخويا الحاشا. دخل تشوف العيال ماشي قال لك شوف شي شقاتي ضاربين اللي كيديرين. كل ما جيت شوف ليه شوف شوف ليه كيدير. شتيهم من ليه بصلانه كيعاود يطيح. مولا حطيت ليه حيط الماريون ما تشوفش هذاك الشيء. ها هو باين باين الطواليطه ديال الله حفظت على شي واحد ما بقاش ندخلوا ليها كاع حنايا. شتي هذا الشيء الشقه قداش راه ميكسيرت خويا. انا من داك السكان ديال الحي محمد انا تيه تقريبا واحد 50 سنه وانا ساكن هنايا. سمعتي دابا الله وقعت واحد الكارثه. انا واحد الضاريه طاحت حدانا في درمولي شريف في كاريو سنترال وخلف الضحايا كثار. سمعتي بزاف جبدوهم من 8 ديال الصباح من داري معاهم. وهاد الدار الاخرى حتى هي دارنا هادي فين غتبع تطيح جاي شي 50 و4 سنين فين ما دار معنا حتى شي حل. سمعتي ما عطاونا فهمتي عندنا حق حنا في السكن واو ما دار معنا لا حل لا والو. واو هاد الناس هادو خويا ما جات شي واحد شاف هاد الدار ولا قال لكم تخويا ولا شي حاجه؟ ما جا جا واحد نهار جا مقدم طلع الدار التحتانيه. سمعتي راه مشى. سمعتي من تما بقى جا تيقول لك فهمتي دابا تدوي مع شي واحد تيقول لك حنا دابا ملهيين مع هادشي ديال كوفيد وحنا نموتو نموتو. الدار دابا زاد 3 ايام بعدا غتهود علينا فهمت فهمت غتخلي كلشي. اولادي هاهما تشردوا لينا اولادي. اش من زنقه زنقه 20 درب مولين شريف حي محمد حي محمدي كاريا سنترال حدا قيصريه الصغيره. اش كيطلبوا خو؟ تنطلبوا حنا في السكن ديالنا عندنا حق في السكن. انا دابا ولا عندي شي طنط نطلع انا نزل التليفون ديالي حاطه في حاطه تشارجر ولا ندخل على بالي البلافو مهود ديال الزنقه الواجهه ديال الزنقه كاع هو دابا باش نطلع للدار انايا. عندي الوالد مسكين هاهو مكفوف ما تيشوفش والده كبيره وثلاثه الوليدات فين غديهم فين نخرج من الزنقه نشوف الزنقه. الله يرحم والدي الله يرحم والدي لما يديروا معنا شي حل هاد الناس هادو. كنا خلونا نديروا كيطون في الخلف في السكه غندير كيطون في السكه والله تنعيش فيه بالله ولا طيح لي الضاد قتلني انا والدي فهمتي. اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر. ضروريين حالتنا ما كنعسوش ما كنشوفوش النعاس في الليل. بغيت يجبدونا حنا كما هاد الناس اللي ساري يجبدوا فيهم هما الناس تستافدوا هما وحدانا تستافدوا هما مشاو بحالاتهم وحنا حنا خلاونا حنا حيت ما عندناش ما عرفناش كيفاش. هادشي اللي كاين وليدي هو هذا خاصهم يطالعوا بينا ويجيو يشوفوا اش حالتنا. الماء غارقين في الماء الماء كيطلع من الارض التراب كيطيع علينا حالتنا حنا وليداتنا كنباتو نتقفزوا حنا باركين على الزنقه. واشي اللي كاين وليدي هو هذا الله يعمر ربي يسهل عليهم ولا ما يجيو يشوفونا. راه لا اله الا محمد رسول الله. حنا في درمولي شريف زنقه 20 دار 13 الحي محمدي. الله يرحم الوالدين وليدي لما يشوفوا فينا لوجه الله راه مطالع بينا عصيدي ربي كنباتو نتقفزوا. المشكل دابا تقريبا شي عامين دابا كل مره كيطيح فيها طرف الدار هذه كل مره كتحفى طرف. بعد البارح بالليل اي لحظه كنقولوا غطيح الدار هذه يعني كنسمعوا وكيطيح بالطرف بالطرف لتحت ديالها ولا كيطلع فيه الماء. الا طلعتي على التروازيام الا طلعتي للدوزيام غتخلع دوزيام مولا صافي هربوا. كل مره كتحفى فيها طرف هادشي بزاف فهمتي يعني. الدار هذا مولاي شريف زنقه 20 رقم الدار 13 يعني حي محمدي يعني خص الناس المسؤولين يلتجئوا لهذا الشيء ويشوفوا هاد الناس اش واقع عليهم. ماشي هاد الناس حتى يموتوا حتى يموتوا الناس حتى يموتوا الناس تحت التراب عاد يبداو يجيو عنده. خصهم دابا يجيو يشوفوا لهاد الناس شي حل يعني صعيب الحال شويه هادشي صعيب بزاف ماشي ساهل يعني. وكاينين دراري صغار عرفتي الوليدات الصغار هنا كاين تقريبا شي 10 دراري صغار هنايا ما عارفين. متنساوش تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.